السلام عليكم، ازيكم يا سادة يا حاضر يا أصدقائي الأعزاء. كنت عايز أكلم حضراتكم النهاردة على موضوع في بعض الناس في مصر أو عدد كبير من الناس ما بيستخدموش، اللي هي فرامل المكنة. أعمل لها صيانة إزاي بالنسبة للناس اللي بتستخدمها وإيه فايدتها؟ اللي موجود عندي هنا هو على سبيل المثال فرامل لمكنة دارجة جدا عندنا في مصر اللي هي الفايكنج، دي الأقراص بتاعتها. احنا بنترجمها بكلمة فرامل، انما التسمية الاصلية بتاعتها بالانجليزي دراج، فالدراجنج اللي هو الجرجرة على الارض. الفكرة اصلا اتعملت ازاي؟ ان انا ارهق السمك، وجاية كانت من الكرة الحديد اللي فيكوا اتفرج على افلام كرتون قديمة بتاع الدونجل وعصابة القناع الاسود والحاجات دي، كانوا بيربطوا سلسلة في رجليهم المساجين وفيها كرة حديد كتير كبيرة عشان ما يقدروش يجروا، ولو جريوا هيبقى شايلها او بيجرها في الارض فبترهقه فما بيقدرش يجري مسافه طويله. نفس الفكره بتستخدم مع السمكه، الهدف منها ايه؟ ان انا ما بشدش السمكه بالعافيه مره واحده عشان ما تكسرش البوصه او يقطع الشعر مني، او ان انا اقطع بقها واشد السن من بقها وهربت مني. فالنتيجه ان بتاعه الدراجنج هي عباره عن ايه؟ اول لما بتتلكع السمكه وشبك السن في البق بدات تجري، افكركم ازاي؟ تخيل حضرتك كده هو رابط وراك انبوبة بوتاجاز وبتجري بيها، مش هتقدر تجري بيها مسافة طويلة، هترهق. النتيجة هتضطر تجري يمين او شمال. في اللحظة اللي انت بتجري يمين او شمال، اللي هي السمكة في الحالة دي الراجل الصياد بيبدأ يلم الخيط، بتحس انها شدت بتبدأ تجري تاني، فبتجري وعليها الحمل دون، فبترهق لحد ما في الاخر بتطلع على وش المية لو سمكة كبيرة وتبقى تعبان. وعشان كده بعض الزملاء بيشوفوا الفيديوهات او الصور بتاعت الجماعة الاجانب بيبقى مكنة قد كده هو المشاعر 35 في الملي ومطلع بيه سمكة قد كده، ما هو مش شدهاش على العاصي بالبلدي، هو سابها تفضل تتعب، وده الهدف الرئيسي ان انا احط كمية شعر كبيرة على المكنة. وده كان من الاسباب الرئيسية لظهور البريد، رفيع يشيل كمية، المكنة تقدر تشيل كمية كبيرة وما بتقطعش بسهولة، فالنتيجة ان السمكة تقدر تجري مسافة طويلة بإرهاق بمجهود زايد عليها لحد ما هي تبدأ تستسلم، وإن البكرة عندي ما تخلصش الشعر اللي موجود على الحل. وده من الأسباب اللي بتخلي بعض أنواع المكن أغلى من المكن التاني بمراحل. أنواع الفرامل اللي بتتركب أو الأقراص اللي بتتركب فيها مختلفة عن بعض كتير جدا حسب الجودة وحسب إنتاج النوع وحسب الاستخدام بتاعها. ففي بعض المكن يقول لك إيه الفرامل بتاعتها عالية أو الدراج بتاعها عالي، محدش فينا بيستخدم الدراج 100%. خطأ كبير جدا ان انا اقفل الفرملة على الاخر او اللي هي الدراج على الاخر. لما بقفل الفرملة او الدراج على الاخر معناها ان دلوقتي بقت مصل لمصل ودراع للسمكة، بمعنى العضلة قصاد السمكة، فالنتيجة هيكون الحمل على الشعر او الحمل على البوصة او الحمل على بق السمكة لو مشففة يعني ماسكة في الطرف اتقطعت. يفضل دايما ان انت ما توصلش 50% من الدراج بتاعك حتى لو انت بتصطاد تصيد، الا في بعض الحالات زي ما بنيجي نصطاد على التواين مثلا. التواين اللي هي مجموعه الجروبر كلها بتطلع من الصخر تمسك الطعم وترجع تاني، في اللحظه دي انت ما ينفعش تكون مديلها فرامل، في اللحظه دي انت عايز بوصه ناشفه شعر جامد تعرف تلكع وتشد بره تطلعها بره الجحر بتاعك. تعال نشوف مع بعضينا مكنه شافت ايام بيضه معايا، هي يعني في ناس بتحبذها وفي ناس لا، الايجي كينج على سبيل المثال 6500 بوس. الميكانيكات بتاعتها جميله جدا، الفرامل بتاعتها كلاس عالي قوي ممتاز قوي، بس صعوبتها يعني الحاجات اللي هي لا احبذها فيها صعوبه فكها لصيانتها. تعال نشوف الفرامل دلوقتي موجوده فين. الفرامل موجوده في الحله، مفيش فرامل هنا هو النهائي الا في بعض انواع المكن اللي الدراج بتاعه موجود من تحت، والدراج اللي تحت بيبقى اقل من الدراج اللي فوق بواحد لاتنين رطل في الحالة دي. طيب نبدأ مع بعضينا من هنا هون. اولا الحلقات اللي احنا شفناها هنا هون متثبتة عن طريق سوستة المعدن دي. تعال ننطر السوستة المعدن ونطلع الحلقات بتاعتنا. خد بالك ان مفيش مكنة زي التانية ومفيش تصميم زي التاني، فيحبذ ان لو انت هتعمل الصيانة للفرامل بتاعتك ان انت ترصها لما تخرجها وترجع تركبها زي ما كانت، لان ماركات كتيرة جدا بتعمل مشقبية عشان تبيت في مكانها، فلو انت ما حطيتش المشقبية صح عمر ما الفرامل هتشتغل معاك مظبوط.
الفرامل على فكرة بتتشحم، ودي بعض الناس بتستغربها. لازم الفرامل تتشحم. الفرامل بتتشحم ليه؟ الفرامل مش الهدف منها انها توقف الحركة نهائيا، الفرامل الهدف منها انها تقلل الحركة. هناخد ده على جنب، وادي الغطا بتاعنا. دي منظر الحلة من جوه، هنخليها وهننضفها بعد شوية. اتقلبت دلوقتي الفرامل بالمقلوب، يبقى الوش ده اللي فوق. هنبدأ نعمل ايه؟ هنرصها زي ما هي عشان اما نيجي نرجعها في مكانها. تعال نبص دلوقتي الفروقات ما بين دي ودي. دي خامة بتستخدم دوليا دلوقتي، نوع من انواع الالياف نقدر نقول عليها مشابهة جدا للصوف الزجاجي. بتعمر مدة طويلة، بتستحمل حرارة عالية، وحتى لو هبطت بتعمل لسه درجة احتكاك عالية. لو احنا بصينا لماركة درجة من اللي موجودين في السوق اللي هو ابو شيلين بالبلدي كده، نبص نوعا حاجة شبه البلاستيك، جلدة وبعدين الحديد وبعدين نوع من انواع اللدائن اللي هي البلاستيكية اللي لو تنتها هتتكسر، ما بتديش درجة احتكاك عالية للدرجة اللي احنا متوقعينها، وهكذا. وبعدين نرجع تاني لنوع من انواع اللدائن. يبقى دلوقتي لو احنا بصينا درجات الاحتكاك، ناعم جدا مش هيديني احتكاك عالي، نوع من انواع اللدائن، يبقى ده الجودة بتاع الدون في ان انا استخدم مكنة زي المكنة الفايكنج بالفرامل كتير، لا مش هو دون الصح، بمعنى للناس اللي غاوية فرامل. الخامات اللي موجودة التانية دي بتكون افضل كتير. نزل دلوقتي خامة تانية اللي هي الكربون فايبرز او الالياف الكربونية. الالياف الكربونيه بتبقى اقراص سودا، من اشهر الناس اللي استخدموها طبعا، معروف ان شيمانو من اول الناس اللي بتعملها، دايوا من اكتر الناس اللي بتعمل الكلام ده، وبعديها دخلت فيها بن ودخلت فيها بانكس ودخلت فيها شركات كتير. الالياف الكربونيه ليها مميزات وليها عيوب. نمره واحد، مميزاتها بتتحمل درجات حراره عاليه جدا، لان الاقراص لما بتتحك في بعضيها بتعمل درجه حراره عاليه. فهنا الهدف من الاقراص المعدن اللي موجود عندي ان الاقراص المعدن بتمتص الحراره، المعدن بتاعها مقاوم للتاكل، يقدر يعمر مده طويله. زائد ان تركيبه الالياف الكربونيه بتبقى زي القماش زي الحصيره، فبتسمح بالشحم او الزيوت انها تخش في المربعات اللي موجوده، فتحافظ على الاحتكاك بالدرجه المقبوله عندي. طيب دي شربه ملح يكفي يدوب كده هو زلعه مش او ان انا اخلي البي شويه فسيخ. فهنعمل ايه؟ احسن حاجه تدوب الحاجات دي السبرتو. فحضرتك بتجيب شويه سبرتو كده اهو غلبان عادي، وهتحط شويه عندك، وتاخد واحده واحده منهم بالبلدي كده اهو، هنسقسقها نشيل الزيت القديم والشحوم القديمه من عليها، نمسحها بايدينا شويه كده اهو، ده مش هياخد مننا وقت، ونشيل اي تراب او حاجه اتعملت عليها، نسيبها تنشف، ناخد اللي بعديها لحد ما تتأكد ان الشحم القديم وانها رجعت ناعمة جدا تاني ومفيش فيها اي احتكاك عشان ترجع بجودة كويسة تاني. عايز يعمل دماغ سبيرتو يا جماعة، نحط لكوش نصب لكوش شوية تلج. الميزه في السبيرتو انه بيبوش الدهون اللي موجوده عليها اللي موجوده في الشحوم دي، وبعد كده هون بينشف في ساعتها. ننظف البيت الاصلي بتاعنا، اوكي حلو. نيجي دلوقتي للنقطه بقى ايه اللي هي
بالبلدي كده هنهشك ونقلب النهارده الشحن. بص يا جماعه، يعني عشان نتكلم كده اهو بصراحه، انا من اعداء ال WD-40 والجاز لاي مكنه في الدنيا، لانهم قاتلين للمكن. يعني الانواع اللي هي اللدائن دي لما هتتحط في ال WD-40 اللي هو نوع من انواع الجاز الخفيف، هتنشف مع الوقت وهتتقطم. فالمشكله في ال WD-40 انه قاتل للورد اللي موجوده في المكن بتاعته. احسن حاجات تستخدمها جوه في المكنه زيت مكنه الخياطه اللي بنلاقيها عاده محلات ادوات الخياطه وهكذا، والشحوم. للاسف في المنطقه اللي انا فيها ما لقيتش نوع من انواع الشحوم اللي هي النظيفه، فعندي شحم بمشي بيه الحال. الشحم بيختبر ازاي؟ درجه اللزوجه بتاعته، بمعنى اللي هي الجزئيه اللي هي التلامس. كل ما هيزيد ان انت تقدر تبعد صوابعك وفي لسه في شحمه ما بينهم مواصل زي اللبانه، يبقى معناها ان الشحم دون افضل. فاللي موجود دون ها يروض اهو، وهنكمل بيه. دلوقتي احنا مش هنغرق دي يعني شحم بالبلدي كده اهو، احنا هندهنها. فهندهن الصباع وروح دهنين القرص على خفيف، مش نغرق، وبعدين نرجعه في مكانه. يبقى انا اديته الكمية اللي هي تكفي انه يتحرك. الجزء المعدن مش محتاج كتير، ابسط ما يمكن لمجرد بس انه يفضل معاه. ناخد لحسة من قعر الطبق، ابسط ما يمكن زي ما بيقولوا. ناخد دي ندهن الصباعين، نعملها مع بعضيهم ونرجعها مكانها. ناخد اللي بعديها على نفس اللي ما حطيناش جديد. ناخد بالنا هنا بقى في وردتين سنين هنا هون عشان يبيتوا في المشقبية عشان ما يلفوش على الفاضي ومليان. دون بيزيد من شركة لشركة التعقيد بتاع الحاجة دي، والجودة بتاعته برضو بتزيد، والمشقبيات والحاجات دي بتفرق قوي من شركة لشركة. تحس كده انه فاق وطير وبقى زي الفل. عايزين ناخد بالنا بعد ما هنركبها انها تضايقنا واحنا بنركب الاكس تاني. ليه؟ لان الاجزاء اللي هي مستطيلة دي لازم تيجي مع بعضيها، فمش هيجرى اي حاجة واحنا بنركب الكلام ده. هنشوفها مع بعضينا دلوقتي. هناخد دي تاني. السوستة دي ليها مجرى بتركب فيه، فما تكونش فوق ما تكونش تحت عشان ما تنطرش والدنيا تبوظ مع ساعتك. موجودة في المحلات بس يعني هيفكها لك بقى من مكنة تانية ويقول لك انا غيرت لك فرامل وهاتك اشتغلات. اتأكد انها بيتت في المشقبية كويس. تمام، اوكي. طيب هنبص، رجعنا ده مكانه. عشان الصدى ما ياكلهاش. طيب انا عايز اجرب دلوقتي، هل كميه الشحم اللي انا حطيتها زياده ولا مقبوله؟ احنا اتفقنا ان الفرامل ما بتوقفش الحركه نهائيا ولكنها بتتقل الحركه. فهبدا اشوف في مقاومه كويسه. هبدا اشوف المقاومه زادت، وانت عارف المكنه بتاعتك حلوه قوي كده اهو. يبقى معناها ايوه اوكي، يبقى معناها ان الفرامل هنا اتشحمت بالدرجه اللي هتتقل، مش هتهرب الحركه نهائيا. تمام زي الفل. اوكي ده يا سادة فاضل بالبلدي كده اهو في الملخص ربع ترغيف. خلصنا موضوع الشحم عشان ايه الناس اللي بتشتغل بالنسبه للمكن. الشحم اللي انا اشتغلت بيه مش هو كويس على فكره، شحم سيء، وده بيخليني اضطر اعمل ما بين وقت للتاني حكايه الشحم بيقعد. من فضلك لو هتبيت المكنه بتاعتك، انا ما بقولكش انت تعمل ايه، انت حر تعمل في حاجتك اللي انت عايزها، بس انا بعمل ايه؟ بفتح الفرامل على اخرها وانا سايب المكنه في البيت، لان كل ما الاقراص هتقرص على بعض وتقفل على بعض معناها ان الفرامل هتتضغط
والسمك بتاع القرص هيقل مع الوقت وهيضعفه مع الوقت. انت عايزها زي ما هي، هشة مليانة سميكة، عشان تدي لك المقاومة اللي والعزم اللي انت عايزه وانت شكلها. يبقى دلوقتي احنا كنا بنتكلم على صيانة الفرامل بتاعت المكن. صيانة الفرامل بتاعت المكن بنشتغل عليها بالشحن، بلاش الزيت، انما ممكن الزيت يشتغل، بلاش ال WD-40، يعني ما بستخدموش نهائيا، ده حكم بالاعدام على الاقراص بتاعتنا. بلاش اي نوع من الجاز حتى لو كان فيه صدى. لو فيه صدى، زيت مكنة الخياطة بيقوم بالمهمة في ليلة، بيشيل الصدى لانه بياخد بيختزل الاكسجين اللي فيه، فبيرجع المكنة لحالة جيدة جدا، وبعدين تقدر تشحها. زيت مكنة الخياطة هو نوع من انواع الصيانة السريعة جدا، ممكن تفتح الجنب وتبخ لك نقطتين وتقفل المكنة لو انت مش هتعرف تفك المكنة وتعمل لها صيانة وتشتغل. انما بالنسبة للفرامل، الفرامل لانها في الجزء الفوقاني بتتعرض لمية كتير، بيخش مية تعمل ملح، الملح ده هيسبب نوع من انواع التآكل للإقراص المعدن. خشونة الإقراص المعدن بتاكل الإقراص وبترفع حرارة المكنة مع الوقت، وبتسبب تلف الأجزاء المتحركة اللي فيها. يبقى احنا بنفتح الغطاء، بنشيل السن اللي موجود عندنا، بنطلع الاقراص بالطريقه التسلسليه اللي هي راكبه بيها، بنغسلها في اي نوع من انواع السبيريتس الكحوليات، يكش لو انت بتضرب لك شويه جن ولا فودكا مش هيجرى اي حاجه، كولونيا بيضه برضو ليه لا، ثلاث خمسات مش هتزعلك، طالما هي الريحه مش على الطعم مفيش اي مشكله، واخد بالك. هتنظف الكلام ده وتشيل اي زوايد وتراب من عليها، وبعد كده هو بتسيبها تنشف لمده ثواني، وهو دي ميزه الكحوليات انها بتطير في ساعتها. تاخد جزء من الشحن على الايد تمسحه، وتدهن القرص كامل، وبعدين تركبه مكانه تاني بنفس الرصه اللي هي كانت موجوده، تركب السوسته عليها، تتاكد ان السوسته ركبت في المشقبيه، تركب تتاكد ان الفتحات كلها ماشيه مع بعض، ان الاكس يمشي فيها كويس، تقفل، تعمل تيست، تقفل شويه، تعمل تجربه تاني، الفرامل شغاله، هل الشحم زياده ولا لا؟ لو الشحم زياده الدنيا ما خربتش، هتغسل القرص تاني ببساطه في السبرت وتنشفه وتديله شويه شحم اقل. وبعد كده اتاكدت ان تمام، بتفتح الفرامل بتاعتك وتسيب المكنه بتاعتك متشاله في الدنيا. اوكي، واسمع المكن بتاعكم دايما يا رب بيزن على الرحله بتاعتكم، واشوفكم دايما يا رب بخير، في امان الله.